نشرة الأخبار على إذاعة الحياة فم. نشرة الأخبار من إذاعة الحياة فم، أهلا بكم. البداية بالعناوين. أكثر من 2000 تلميذ يجتازون اليوم مناظرة سيزيام بولاية القيروان. وزير التربية يدعو الأولياء لتخفيف الضغط على التلاميذ. وحوالي 12 مليون سوداني سيعانون من موجة حادة من الجوع. في تفاصيل أخبارنا، البداية بشأن الجهوي. أكثر من 2000 تلميذ يجتازون اليوم مناظرة السيزيام بولاية القيروان. من جهته أكد المندوب الجهوي للتربية عادل الخالدي أن الأجواء كانت طيبة عموما. التفاصيل في التسجيل التالي. 2101 تلميذ اليوم نطلق بهم انطلاق خير إن شاء الله لاجتياز امتحان الدخول في الأعداديات المنهجية، موزعين على 15 مركز امتحان، 5 على مستوى المدينة و10 في بقية المعتمديات. الحالات الخاصة عندنا حالتين، فما حالة بتاع توخيم دابة، وحالة ثانية وسي إصابة تلميذ بكسر يعني يحتاج إلى تلميذ. الظروف الانطلاق كنا وكبناها مباشرة من عددية الحصة لي، وكذلك دارت علينا الأخطاء من مختلف المراكز. أجواء طيبة، فما استبشار لدى التلاميذ. بطبيعة حال عندنا الاختبار يمتد على 3 أيام، اليوم فما زوج مواد وغدوة، وبعد غدوة فما مادة اختتام المناظرة بمادة. إن شاء الله ربي ينجح الصغيرات. وفي نفس السياق أكد المندوب أن النجاح في هذه المناظرة يتحقق من خلال الحصول على معدل 10 من 20، مشيرا أن اجتياز مناظرة السيزيام أمر طيب وفق قوله. أكثر تفاصيل في التسجيل التالي. مع العلم أن نحب نأكد على حاجة مع الأولياء، اللي راهو النجاح في السيزيام راهو نجاح بالحصول اولا على 10 فما فوق، هذا نجاح اول فهبت نفرحوا به. واذا تحقق النجاح الدخول الى الاعداديه النموذجيه فلا باس، لكن راهو المناظره هذه ماهيش فقط للدخول للاعداديه النموذجيه، حتى اجتياز مناظرة السيزيام امر طيب جدا. وماذا بينا الصغيرات سواء كان اللي تعداه ولا البيلو، والا ما تعداوش، المهم نجاح وتحصل على المعدل اللي جازه، نفرحوا بكم مستقبلهم خير. وطنيا، سجلت وزارة الصحة ارتفاعا في عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا، وفي نسبة التحاليل الإيجابية التي بلغت أكثر من 21% خلال الفترة المتراوحة بين 13 و19 من شهر جوان الجاري، حسب البيانات الدورية حول الوضع الوبائي لوزارة الصحة التي نشرتها يوم الثلاثاء. وتشير الأرقام المسجلة إلى عودة انتشار فيروس كورونا، وهو ما أكده مدير معهد باستور الدكتورة الهيشمي لوزير، مفيدا بأن هذا الارتفاع المسجل طبيعي، كما أنها حالة عادية تمت ملاحظتها في عدة بلدان أوروبية على غرار فرنسا، أين يتم تسجيل أكثر من 50,000 إصابة يومياً. وتوقع الهيشمي الوزير أن يتواصل ارتفاع نسق الإصابات في الفترة القادمة، داعياً إلى خاصة جرعة تعزيز المناعة التي تمكن من تفادي ارتفاع حالة المرض والعدوى. ومن جهته دعا وزير التربية لدى إشرافه على انطلاق مناظرة الدخول المدارس الأعدادية النموذجية الأولياء إلى تخفيف الضغط عن أبنائهم. أوضح الوزير في تصريح إعلامي إثر إعطاشرة انطلاق مناظرة السيزيام بالمدرسة الأعدادية 2 مارس برادس العاصمة أن عدم تمكن التلميذ من النجاح في المناظرة ليست نهاية العالم، وبإمكان التلاميذ النجاح في التعليم العمومي أو غيره. في المقابل، ينفذ القضاة اليوم يوم غضب أمام قصر العدالة للمطالبة بإلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضياً، حسب ما أعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية. ووجهت التنسيقية الدعوة لجميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور بكثافة بالزي القضائي. دوليا، حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من أزمة غذاء تلوح في الأفق في السودان نتيجة لأثار النزاع المسلح وانخفاض إنتاج المحاصيل الأساسية والاضطراب الاقتصادي. وفي أخبار العالم، ذكرت النشرة الوبائية الأسبوعية لمنظمة الصحة العالمية أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض بنسبة 4% خلال الأسبوع الماضي، وانخفض معدل الوفيات بنسبة 16%.
نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. أكثر من 2000 تلميذ يجتازون اليوم مناظرة سيزيام بولاية القيروان. وزير التربية يدعو الأولياء إلى تخفيف الضغط على التلاميذ. حوالي 12 مليون سوداني سيعانون من موجة حادة من الجوع. كانت معكم سيور بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. الموعد يتجدد مع زميلة سيام حمدي في ريكاب ميدي. نشرة الأخبار على إذاعة الحياة.